كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الجوية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ فجر اليوم مستهدفة أماكن النازحين الفلسطينيين، كما قامت بإغلاق أبواب منفذ كرم أبو سالم ضد الشاحنة المصرية. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، نجدد بكم الترحيب مرة أخرى من أمام معبر رفح البري، وأبدأ معكم بآخر المستجدات وهي العمليات العسكرية الكبيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. منذ الرابعة فجرا وإلى الآن نشهد غارات إسرائيلية مكثفة من الجانب الآخر من معبر رفح البري، ويبدو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت غاراتها العسكرية اليوم على المناطق المأهولة بالنازحين في المنطقة الأخرى من المعبر، وبالتحديد في تل السلطان وهي الناحية الشرقية التي يتمركز فيها النازحون الفلسطينيون. لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس أقصى درجات العنف والتعنت الكبير ضد الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال منعها للعديد من المساعدات التي من المفترض أن تصل إلى المدنيين في قطاع غزة. اليوم ولليوم السادس معبر رفح لم يستقبل أي من الشاحنات الموجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بسبب أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت منافذ كرم أبو سالم بشكل كامل ولم تسمح لأي من الشاحنات بالعبور من البداية من البوابات الرئيسية، وبالتالي كما نرى معبر رفح البري خالي تماما، لم يعد يستقبل أي من الشاحنات بسبب الإجراءات التعسفية الكبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. مشاهدينا الكرام، هذا هو المشهد لدينا، وأعود إليكم مرة أخرى.